نسبة التصويت امبارح 14 وتم 10%. بأمل النهارده إن شاء الله إن نتجاوز 22%. يا ريت والله إحنا نتجاوز 20%. لا يعني أصل دي طبيعة أبناء قبائل المنطقة الغربية. هو ده حق الناس الدستوري واحتفال بعد إنه يعني الناس بتحتفل إنها تختار ممثليها في المجلس. إن شاء الله. لأن ده له أهمية كبيرة جدا. تمام. انا بطمن سيادتك احنا حركنا عدد من الله يخليك يا فندم. بطمن سيادتك احنا حركنا عدد من الاتوبيسات النهارده للقرى والنجوع البعيده في داخل الصحراء عشان تبتدي يعني تنقل كبار السن والامهات والسيدات عشان طبائع قبائل المنطقه الغربيه ان السيدات ما بتقدرش تتحرك اكتر من كده يعني. موفقين ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله يا فندم. نطمن سيادتك ان شاء الله. بإذن الله. شكرا. عفوا.